يعني نو موشن، يا اما بتتحرك بكونستنت اكسلريشن، كونستنت اكسلريشن. فمن هنا احنا هنهتم الجزء الاولاني من الاستاتكس، وبيزد عليه ان شاء الله الترم الجاي الداينامكس. لذلك اول كورس انت المفروض تتعامل معاه في الهندسه، سواء كان التخصص في المستقبل مدني او عماره او ميكاترونكس او انرجي او كوميونيكيشن او اي مهندس في اي تخصص، بنتعامل مع ميكانيكس 1، لان هو الميكانيكس 1 بيعتبر بيديلك البيزكس والكونسبتس الاساسيات والمبانين لحاجات هندسيه كثيره جدا في التخصصات المختلفه. لذلك جميع التخصصات بتدرس ميكانيكس 1، دي يعني من الاهميه بمكان ان انت تدرسها مهما كان تخصصك في المستقبل. فميكانيكس 1 برضه من الناحيه الدراسيه بيعتبر البيزك كورس، الكورس الثاني انت بتدرسه. يعني ان شاء الله لما تنجح في الترم ده في ميكانيكس 1، الترم الجاي على طول ميكانيكس 2. ما ينفعش ان انت ما تكونش فاهم ميكانيكس 1 وتدرس ميكانيكس 2، هتبقى ضعيف. لذلك المفروض ان انت تفهم ميكانيكس 1 عشان تبقى فاهم ميكانيكس 2. لما تخلص ميكانيكس 2 يطلع لك ماتيريال بروبرتيز اند تيستنج، الكورس اللي بعديه بيزد على الاثنين اللي فاتوا، بس مني الصراحه ميكانيكس 1. لما تخلص بروبرتيز ماتيريال اند تيستنج يطلع لك كورس ديزاين مهما كان تخصصك. يعني حتى السيفل انجينير ده هتلاقوا نفس الترتيب من الانرجي والميكاترونكس، لان انا بدرس المواد دي برضه هنا. فاذا هنا التسلسل ده مهم جدا. فالمين ان دلوقتي الهدف الاساسي من الكلام اللي انا بقوله ان انا ابين لك اهميه دراسه ميكانيكس 1. انا اسمي دكتور ياسر شباب. في الميكانيكس 1 بقى الحقيقه السيلبس مبني على الكورس، عايز الفاينل ان انت تعمل ديزاين لبرودكت معين، يعني هتعمل ديزاين للشيب بتاع الكمبيوتر، او هتعمل ديزاين مثلا لعربيه تبع التخصص بقى، او هتعمل ديزاين للمدرج اللي احنا فيه دلوقتي، او هتعمل ديزاين لجزء من سفينه، يبقى انت عايز الفورسز اللي بتاثر. يبقى احنا كونسنتريتنج مينلي اون ذا فورسز، بس بقى ديفرنت فورمز اوف فورسز بقى حقيقة. يعني هنشوف هنتعامل معاها طول الترم ازاي. وبما ان الفورس لها فاليو، اي فورس لها ماجنتيود لها قيمه واتجاه دايركشن، ماجنتيود اند دايركشن، يبقى في قيمه واتجاه، يبقى دي فيكتور. يبقى البدايه بتاعتنا عايزين نقول ان اي كوانتيتي في الدنيا يا اما سكيلر يا اما فيكتور، يا اما حاجه لها اتجاه يا اما حاجه ما لهاش اتجاه. يبقى انا عندي بيزكلي اني كوانتيتي هاز ماجنتيود، اي حاجه لها قيمه. في بعض الحاجات لها دايركشن والبعض الاخر ليس له دايركشن. فبالتالي بنعرف هنا طبعا الكلام ده في السنه الا سنه المفروض عندنا سكيلر اللي هو الكميه القياسيه. الكميه القياسيه اللي هي سكيلر كوانتيتي دي وي ويل ديفايند وي نيد ماجنتيود اونلي، عشان اعرف اي كميه قياسيه عايز القيمه فقط. يبقى وان انفورميشن، معلومه واحده كافيه لتعريف الايه؟ السكيلر كوانتيتي اللي هي ايه بقى؟ الماجنتيود الفاليو. زي ايه مثلا؟ لو قلنا مثلا التنفس، درجة الحرارة، درجة الحرارة دلوقتي مثلا يا باشمهندس انت 30 درجة مئوية، يبقى تمبرشر ايكوال 30 سيلسيوس. طيب انت درجة الحرارة دي لها دايركشن؟ يعني درجة الحرارة في الدنيا زي غير ده؟ لا. يبقى إذا التمبرشر هنا يا شباب سكيل. طيب اكزامبل تاني التايم، الزمن، يعني الساعة دلوقتي 9، هل لها دايركشن دي؟ لا. يبقى التايم يعتبر كمية قياسية. المسافة من هنا لحد مثلا المكتب 5 متر ديستانس، ويميز ما بين ديستانس والبارامتر اللي هنقوله بعد شوية. ديستانس دي مسافة محددة، يبقى الديستانس 3 متر خلاص. طول
مثلا 3 متر ونص. لا دايركشن ما لهاش دايركشن، يبقى ديستنس. زي اللينث ويدث ثيكنس الطول العرض الارتفاع، دي كلها سكيلر كوانتيتيز ما يلزمكش فيها دايركشن. كمان سبيد، السرعه سبيد نقول العربيه ماشيه بسرعه 30 كيلو متر في الساعه، يبقى دي مفيش دايركشن، لان هيجي بعد شويه حاجه في الفيزيك مع السبيد هقولها لك حالا. يبقى دي examples of the scalar quantities. يبقى ممكن تشوف النظر يجي لك في الويس او ميد تيرم او الفاينل. define the scalar quantity and mention some examples of scales. عرف الكمية القياسية واذكر بعض الأمثلة عليها. هذا السؤال. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الفيكتور. احنا قلنا أي كوانتيتي يا إما سكيلر يا إما فيكتور، يا إما كمية قياسية المتبع. يمكن تعريف أي متبع بمعلومتين، القيمة والاتجاه. إن فيكتور كان بيقول ديفايند باي تو انفورميشن. اللي هو value يعني magnitude يعني القيمة بالعربي، وكمان direction اتجاه. زي ايه؟ احنا عندنا مثلا كنا قلنا هنا speed. speed يعني هي confusing لما تاخد العربي، لان برضه كلمة velocity تستخدم من العربي بسرعة. دي سرعة العربي ودي سرعة بالعربي. انما دي scalar ولكن هي فاكتور. ان الفاكتور بيبدا بحرف V، الفلوس بيبدا بحرف V، يبقى هو هما مع بعض في نفس الفاكتور. يعني الفلوس از فاكتور، بات سبيد از سكيل. طيب بما اننا اتكلمنا على الفلوس، يبقى فاكرين ممكن نجيب الاكسلريشن والديسبيسمنت من الفلوس. يعني ممكن انا لو عندي الفلوس اقدر اجيب ايه يا شباب؟ اكسلريشن العجله. ولو عندي الفلوستي اقدر اجيب ايه كمان؟ ديسبليسمنت اللي هي برضه المسافه، الازاحه هنا مثلا. يعني الفلوستي مثلا اقول ذا فلوستي اوف ذا كار از 30 كيلومتر نورث ويست. يعني العربيه ماشيه بسرعه 30 كيلومتر في الساعه اتجاه شمال الغرب، محدد اتجاه، يبقى دي فلوستي. انما لو قلت speed of the car equals 30 كيلومترز، يبقى هنا مش دايركشن. speed scale ملهاش دايركشن. انما فلوستي لها دايركشن، لازم تديني دايركشن لها. كذلك الاكسلريشن والديسبليسمنت، برضه من الحاجات الكونفيوزنج الديسبليسمنت لانها بتترجم بالعربي ازاحه. زي المسافة يعني ازاحة. وكذلك الديستنس تعتبر مسافة، يعني قريبين في الترجمة العربية شوية. بينما الديستنس سكيلر والديسبليسمنت ايه؟ فاكتور. اي ديسبليست 1 متر تو ذا ويست. انا اتحركت متر واحد ناحية الغرب. يبقى دي ديسبليست. لما يكون مثلا اي موف 1 متر يبقى الديستنس، لان ما قلتش دايركشن. اهم حاجه على الاطلاق زي ما قلنا ان احنا في الكورس ده بنتعامل مع الفورس يا باشمهندس، والفورس اي قوه لها دايركشن. يعني الويت مثلا الوزن له دايركشن ولا مالوش؟ if your mass is 10 مثلا 10 كيلوغرام مثلا، the mass of an object equals 10 كيلوغرام، كتلة جسم ما تساوي 10 كيلوغرام، الماس مش سكيلر. طب الويت بقى؟ الويت دائما الوزن دائما متجه ناحية ايه؟ سنتر اوف ذا ايرث، مركز الارض. يبقى له دايركشن ولا مالوش؟ يبقى له دايركشن. يبقى الويت الوزن له دايركشن، بينما الماس مالهاش دايركشن. الماس ده سكيلر، الويت يعتبر فورس. بما ان الويت فيكتور والويت ده يعتبر فورس، يبقى اني فورس از
افاك اي فرص يعتبر افاك. ودي اهم حاجه عندنا الصراحه لان هنبني عليها بقيه الكورس لحد ما نخلص. يبقى اي فرصه يعتبر ايه؟ افاك. يبقى اي فرصه يا باشمهندسين تعتبر افاك. المومنتم اللي هي كميه الحركه بالعربي في تانية ثانوي، المومنتم بيساوي الكتلة في السرعة، ماس تايمز فيلوستي. يبقى المومنتم يعتبر ايه؟ سكيلر ولا فيكتور؟ المومنتم ايكوالز ماس تايمز فيلوستي. طب الفيلوستي فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. يبقى المومنتم فيكتور. يبقى المومنتم اللي هي كمية الحركة. يبقى الحاجة هنا دلوقتي تعتبر الانتروداكشن بتاعتنا اللي هنبدأ منها. بما اننا خلصنا الانترودكشن نقول سؤال بقى ممكن يجي لك كويز بالتال فاينل اي حاجه كومبير بتوين فيكتورز اند سكيلرز اند منشن سم اكزامبلز اوف فيكتورز اند سكيلرز. يعني قارن بين المتجهات والكميات القياسيه ثم اذكر امثله لكل منهما. ده سؤال. يبقى الاجابه بتاعته اللي احنا لسه مخلصينها دلوقتي في كلمتين دول.